والآن نأتي إلى الخالة جواهر. ما هو تقول؟ تقول وتفتقد الخالة جواهر من ملامح زمنها الجميل، يعني تتذكر. لا إله إلا الله يا جماعة، مولين هذه. لا تقول وتفتقد الخالة جواهر إلى ما هو؟ إلى ماضيها ملامح من زمنها الجميل، والمسحرات وطبلته وجمله التي يرددها، يعني كانت تتذكر أيام مسحراتي. لا يعني هذه الأيام تفتقد ما هو مسكينة، تقول أتذكر أيام مسحرات اللي ما هو اللي معها مزير هذاك ويدق فيه وبدر معلبة والمسحرات وطبلته مع طبلة ويدق فيها التي يرددها، وتقول ما هو من مظاهر زمان رمضان الشعبية المندثرة، يعني راح عليها هنا المسحرات. صادق اليوم ما عاد فيه، المسحرات ما عاد إلا يا الله يا الله، الدنيا كلها الحمد لله مسحرات عندنا اليوم. أم تلفزيون شغال، ومسابقة شغال، ومكورة شغالة، وملاعب موجودة باسل، والحمد لله اليوم الخير نعمة واجد واجد، الله يتمها نعمة ويحفظها من الزوال. وتقول يقول هذا المسحراتي يقول دائم بصوت عالي: أصحى يا نايم، أصحى يا نايم، وحد الدايم، أصحى يا نايم، وحد الدايم. ليش؟ علشان ينبه الناس لتناول السحور قبل أذان الفجر. ليش؟ لأنهم ينامون بدري، يرقدون من بدري وينامون، وهذا يصيح عليهم عشان يقومون، اللي ما تسحر واللي ما تعشى واللي معشي عشان يتسحر، لأنه السحور سنة. وقال تسحر، والرسول صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة. وهذه إن شاء الله بإذن الله بعض الأشياء التي من مسناتنا القديمات ومن عجائزنا الأولين، وعد الخير واجد، عد باقي عد شيء يقطع حبال كما يقولون. صبر بس علينا، لأنه عاد إحنا اللي يعني لها. يقول أول معصيد الله ما وعد، باقي ما يجيكم مفاجآت كثيرة كما وعدتكم. والحمد لله الآن عين في أي معمل تلقى الآن خضير، وتلقى الآن خضير ما فيه، ما عدا إلا هذا قد يحبه وترم محاربة عليه أهله مساكين مع مطير، لأنه ما أقول له صار عفين معمل كله، ما أقول له هذه ثلاثة رداح مدري أربع لكن شاقي فيها راعيها مسكين عين المشقة أمطير ومهجف مرة، تقول كأنه يعني في الجبهة يا قاتل. ماشي يا جماعة الخير، لأنه معمل ما هو زارع كله، لأنه الآن موسمنا مو موسم الخضير وما هو موسم الخير، ما في خريف اليوم. بس اللي هذه ما أدري كيف الله سبحانه وتعالى يعني خلاص، ولأنه خريف قد راح فذح عن عين. ولكن زمان الله بركة زمان سبحان الله، يعني هذا راعي محظوظه طلع حباه كذا له، بس إنه مسكين والله أكثر ودي ما كل ما هجف ذو ينفلوا نفل عين بالله عين. خلنا أوريكم عذقة واحد منه، هيا بالله عين مسكينة. ها نفل ونفل، هذا في حب، هذا عاد زين حب فيه، لكن بعضه مرة والله فاضي حتى حتى ما عاد إلا قبول. الله يحفظكم إن شاء الله، وسامحوني إذا طولت عليكم ولا شيء، ومعانا لكم عاد شيء إن شاء الله خير، يحفظكم الله.